السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، متفرج على قناة بيم أريبيا. ودلوقتي هنشوف ازاي نحول التقارير اللي بتخرج من ريفت لحاجة شكلها كويس جدا. خلينا نستخدم اوتوديسك موديل تشيكر فور ريفت، وده بيديك التقارير الخاصة بالمشاكل الموجودة جوه ريفت، وتقدر تنزل الملف اهوت سواء 2017 18 19 20. وبعد كده هتروح للريفت، أول حاجة تعملها هتعمل سيت اب، بحيث تختار الملف اللي هو هيبدأ يقارن ويشوف الصح من الغلط من خلاله. يعني هتلاقي هنا علامة اوبن، وتبدأ تختار الملف اللي انت عايز تشتغل عليه، وبعد كده تقول له سيف اند كلوز، وبعد كده بتقول له رن، وتحط اكتر من ملف لو حابب. ممكن تشيل الملفات اللي انت مش عايزها، ممكن تقول له حط لي كل اللينكات مع الملف دوت في التقرير، بيبدأ يفحص كله وبيقول لك عايز تفضلها كوبي ولا اتش ام ال ولا اكسل. هقول له انا عايزها اكسل، تمام، واقول له اوكي، هيبدا يصدرها لي في اكسل. الشكل ده. طيب انا هبدا افتح الباور بي اي ديسكتوب، وهقول له اوبن، وهبدأ اختار المكان اللي انا مسايب فيه شكل التقرير اللي انا عايزه اهوت. ريفت موديل داشبورد اوبن اهوت، بيقول لي الفولدر اللي انت عايز تسايب فيه ان واحد، اقول له اللي هو دوت، واقول له لود. فيبدأ يظهر عندي التقرير بالشكل الجميل دوت، تحس يقول لك كمية الأخطاء الموجودة. طبعا طول ما هو في المنطقة الخضراء دي كويسة، في المنطقة الصفراء يبقى فيه مشاكل، في المنطقة الحمراء لأ، الحق نفسك في مشاكل كتيرة في المشروع. زي ما شايف التقرير شكلها كويسة ويعني منظمة وشكلها جميل. وفي أي لحظة غيرت الريبورت ممكن تيجي هنا وتقول له ريفرش داتا، فهو يبدأ يعمل ريفرش للداتا اللي موجودة.